وضمن الجولات الميدانية التي تقدمها لكم الحقيقة الدولية لبرنامج استديو المحافظات، سنقدم لكم عددا من التقارير في لواء رمثا ولمختلف القطاعات. نبدأها بمستشفى رمثا الحكومي، هذا السطح الطبي الكبير الذي تم بمكرمة ملكية. هذا البناء الكبير يخفي ما يخفي بداخله من إيجابيات وسلبيات. نتمنى أن نسلط الضوء على ما أنجز، كما أن نعرض كذلك آراء المواطنين حول ما التعامل داخل هذا المستشفى واحتياجاتهم ومطالبهم والسلبيات التي يشكون منها. كونوا معنا. والله احنا انا جاي عندي مرارة، شايف، وهنا ما فيش، انا عندي إعاقة حركية، والإعاقة الحركية بيقولوا انه يعني صعب انهم يقدروا انهم يعملوا له بالتخدير، بخافوا من موضوع التخدير، يعني ما بيقدروش يخمنوا شو ممكن يصير بالتخدير. وانا يعني تأميني معونة وطنية، عرفت شلون؟ يعني انزرع عندي الخوف من الموضوع هذا من بمجرد ما قالوا لي الكلام. ها يعني الان قالوا لك اياه بالاسعاف، رحت على الدكتور المختص؟ ما قالوا لي اليوم، هذا من قبل سنتين صرت لما احط على مجرد جهاز الضغط على حالي شلع بالضغط لاني خايف بس. يعني هسه 151 على 86. عرفت شلون؟ يعني مجرد انهم قالوا لك هاي الكلمه الان صار عندك مرض ثاني اللي هو الضغط. لا مش مرض، هو عمليه توتر. اسمه رئيس قسم الاسعاف، قوم بالمهام ان شاء الله. حبيب قلبي يا حميد ان شاء الله. قول لي، دائما بشكو الناس من الاكتظاظ، وانت 24 ساعه ما شاء الله يعني هنا، يعني سبب الاكتظاظ اللي عندكم دائما؟ اكيد يعني ما يعني هاي امور صار لها تقريبا من 2011، يعني نحن اللجوء السوري وعدد السكان مدينه الرمثة تضاعف الضعفين، يعني صار الرمثة رمثتين، يعني مش انه رمثة واحده. واكيد ما فيش غير مستشفى الرمثة، هو مستشفى تحويلي وفرعي، يعني يعتبر بالنسبه للمستشفيات الاخرى. يعني فالرمثة صارت مدينه كبيره وبحاجه لمستشفى عسكري، احنا نطالب الحكومه بمستشفى عسكري، ومع ذلك احنا هون ما حدا مقصر بالمهام. يعني شو نواقص عندكم كرئيس قسم اسعاف بكل صراحه؟ النواقص اكيد 100%. احنا اول شيء هو نواقص ما عندنا كاداره، يعني هو كاسعاف وهذا، لكن بحاجه لمعدات سي بي ار متقدمه، بحاجه لاجهزه طبيه، بحاجه لاجهزه ضغط، في عندنا امور كثير. اما من ناحيه الكادر، قامت وزاره الصحه يعني بتزويدنا بكادر ممتاز جدا، ممتاز جدا يعني. واحنا في عندنا مقيمين، وفي عندنا اخصائيين، في يعني الشاب اللي حكى انه في، لا في عندنا مقيم باطني، وفي مقيم جراحه، وفي طبيب عظام 24 ساعه، والشباب يعني بيقوموا باكمل وجه. بس الاكتظاظ لانه الناس كثير، لانه الرمثة صارت مع اللجوء السوري صار العدد اكبر. اول ما بدي مستشفى غيرها، لانه عندي الكلى وعندي عضلات القلب وعندي روماتيزم، والله صلى على سيدنا محمد، وعندي هشاشه عظام، وهون لا باس بيه، بس بنقص بعض اشياء. بنقص المستشفى. طيب للملك عبد الله مثلا، انت معك تامين هون بالاول؟ تامين شؤون، انا ارمله وحالتي حالي، تامين شؤون. طيب حاولتي يحولوك الى الملك عبد الله مثلا وما قبلوش؟ لا ما حاولتش. زمان بقى معي حفا وقتها ب 11 10، وبقولوا ما لي الا شايات، ما ادري ايش يا امي سووا، كانوا سووا لي معروف، جزاك الله حسن الجزاء، سووا لي شيء للملك عبد الله. يعني احنا مع دموع هاي الحجة، يعني بالفعل للأسف يعني رئيس الوزراء يعني قبل أيام أصدر قرار بوقف الإعفاءات لمستشفيات من ضمنها الملك عبد الله. يعني دموع هذه الحاجة المريضة وتحتاج إلى إعفاء طبي، إلى متى يا دولة رئيس الوزراء ستبقى يعني أبناء الرمثة يعني مستشفى الملك المؤسس على أراضيهم، ولا تستطيع مثل هذه الحاجة الكبيرة في السن أن تحصل على إعفاء طبي فقط يعني تحمي شيخوختها؟ كثيرة المستشفى هون يا أمي، وبالناس كثرة، الرمثة كبيرة عددها كثير، يعني خلاف اللي من برا. يعني لازم ياخذوا هالسوالف بعين الاعتبار، لازم تكون هاي السوالف بعين الاعتبار. الرمثة كبيرة، والرمثة
الله يديمها وديم نعمها عليها مليحة مليحة والله يا أمي. بس بدي تأخذ اسمي وتسووا لي شيء. شو الاسم الكامل يا حجة؟ اسمي نورة محمود أحمد من أربع مقاطع نصيرات. نصيرات نورة محمود أحمد نصيرات. وبسلامتك يا أمي. طالبي إعفاء طبي للملك عبد الله. إذن نورة محمود نصيرات الحاجة فقط تطالب بإعفاء طبي. مش عارف يا وزير الصحة يا رئيس الحكومة إلى متى هذه الحاجة لا تستطيع أن تحصل على إعفاء طبي، على الأقل يعني تشفى، قد تشفى من هذه الأمراض في آخر العمر. الله يشافيك يا حجة. وبعد جولة التقينا فيها بعدد من المرضى والمراجعين وصلنا لمكتب دكتور سعود حتى نأخذ بعض الإجابات، وبعد ذلك طبعا ننطلق يعني بجولة سوية بالمستشفى. دكتور سعود أبو علي قاذيابات مدير مستشفى رمثا الحكومي يعطيك العافية. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بكم في مستشفى رمثا. طيب دكتور، احنا اختصارا للوقت راح نبدا من عدد من المشاكل ذكرت. اولا بالنسبه لقسم الكلى، في اكتظاظ عليه، في طبيب ما بيجي غير ربع ساعه يوم الاربعاء وبروح ما في طبيب نهائيا، فالى متى يعني هاي معاناه المواطنين فيه يا سيدي؟ بالنسبه لقسم الكلى يا سيدي، احنا عندنا في طبيب من مستشفى الملك المؤسس بيجينا بواقع يوم بالاسبوع من الملك المؤسس، وحسب الاتفاقية المبرمة بيننا وبين المستشفى الملك المؤسس هو بيجي على 10-9-9-10 بيجي، وبقعد 12-1 حسب الحالات اللي عنده بيشيك عليها. وفي بيجينا من مستشفى الأميرة بسمة الدكتور حسن الخطيب والدكتور هاشم شرمان بواقع يوم بالأسبوع برضو لمتابعة مرضى الكلى. تمام. طيب فيما يخص الاكتظاظ بالنسبة لأطباء الباطني الموجودين عندنا، احنا هو طبيب الباطني 24 ساعة موجود، والكلى هي فرع من الباطني، وطبيب الباطني يقوم بمتابعة مرضى الكلى على مدار الساعة أثناء وجبات الغسيل الموجودة، وإذا ما احتاج المريض يقوم طبيب الباطني بمتابعته والتنسيق مع طبيب الكلى الموجود في الأميرة بسمة. بس ليش الناس بتقول ما بتشوفهم لابسين طاقية الإخفة ولا شو القصة؟ هو صحيح انه فترات الغسيل متفاوت، يعني في مرضى بيجوا على الساعة 7 بيغسلوا للساعة 12، في ناس بيجوا بعد فالطبيب ما بيكون متواجد بهذيك الفترة، في مرضى ما بيشوف الطبيب لانه هو بواقع يوم بالاسبوع، والطبيب اللي بيجي يوم الاحد اللي ود من الأميرة بسمة ايضا في مرضى بيشوفوه في مرضى ما بيشوفوه. فاحنا ان شاء الله راح نعمل انه نعمل نشفت يعني نشفت الاطباء انه على مدار الاسبوع يصير يجي بدل لحد يصير يجي سبت يجي اثنين حتى يقدر يشوف المرضى كلهم. ممتاز. طيب الآن وإحنا بالكوادر يعني إحنا نلاحظ الكل بقول في اكتظاظ دائما تقريبا على الإسعاف والعيادات، هل هذا ناتج عن نقص الأطباء ولا في سبب آخر، ولا يعني شو قصة الاكتظاظ الدائم يعني في مستشفى رمثا الحكومي؟ سيدي بالنسبة لقسم الإسعاف براجعنا يوميا تقريبا بين 550 إلى 600 مراجع يوميا، وإحنا عززنا قسم الإسعاف بمقيمين الآن، يعني هو من فترة والآن عززناهم بمقيم باطني ومقيم جراحة ومقيم أطفال على مدار الساعة 24 ساعة، ومقيم نسائي موجود لخصوصية المرضى موجود في قسم النسائية المقيم الحالات الطارئة، وأطباء اثنين إسعاف موجودين على مدار الساعة على كل شفت، في اثنين على كل شفت يعني A B C في اثنين أطباء إسعاف مقيم باطني مقيم جراحة ومقيم أطفال متواجدين 24 ساعة في قسم الإسعاف والطوارئ. لكن العدد صحيح عدد عندنا في عدد كبير براجع قسم الإسعاف هذا، اما بالنسبه للكوادر الحقيقه الان موجوده، يعني الان يعني الان مش بحاجه لكوادر من الوزاره مثلا لاطباء الاسعاف والمقيمين، حقيقه الوضع الان كويس حقيقة، ولكن العدد الزائد المريض يعني المريض بياخذ وقت مرات مع الطبيب حتى ياخذ، ولهذا السبب بس فقط ولا هو الاطباء المتواجدون بالنسبه لقسم الاسعاف اعتقد انا انهم كافيين الان بالمقيمين، لانه وجد عندنا مقيمين الان باطني جراحه اطفال بيساعدوا اطباء الاسعاف والطوارئ. طيب واللي بتطمحوا له يعني الان في اكتظاظ في موجود كويس؟ نتمنى ونعمل على دائما ان نزيد من كوادر الاسعاف، وتركيزنا على الاسعاف، تركيزنا احنا كله بنصب على الاسعاف والطوارئ وقسم الكلى حقيقه.
طيب احنا الان بدنا ننتقل ايضا لنقص الاجهزة. من زمان وابناء رمثة بيطالبوا بجهاز تفتيت حصى، على الاقل جهاز ايكو، وكذلك مثلا جهاز رنين مغناطيسي، لانهم بتغلبوا يعني بروح على مستشفيات اخرى، وايضا تكلفة مالية. يعني ضمن الخطة ولا شو؟ سيدي بالنسبة لجهاز الايكو والتريدميل موجودات عندنا وبدأ التفعيل فيهن من يوم الاثنين الماضي. الدكتور مهند العبابنة الآن بلش باشر عندنا العمل من يوم الاثنين بواقع يوم بالأسبوع، وإن شاء الله سيتم العمل على الإيكو وعلى التريدميل كل اثنين. كل يوم اثنين في عندنا الدكتور مهند العبابنة بيجينا بواقع يوم في الأسبوع من مستشفى الملك المؤسس. بالنسبة لجهاز تفتيت الحصى، وعد معاليه بالزيارة، آخر زيارة، بأنه إن شاء الله أنه يزودونا بجهاز لتفتيت الحصى. ولكن الحال الآن إذا كان في هناك مرضى بحاجة تفتيت، إحنا في مستشفى الأميرة بسمة وجود الجهاز، ويتم تحويل المريض إلى مستشفى الأميرة بسمة. طيب الآن وإحنا تفضل إذا في أي إضافة. لا يا سيدي، يعني أنه ما في أي مشكلة بالنسبة لتفتيت الحصى الآن. نحن صحيح مريضنا على طول من السقل وتنسيق مع الدكتور عصام الحلو بالمستشفى الأميرة بسمة، رئيس قسم المسالك البولية، ويفتت بنفس اليوم أو إذا ماكسم يومين بيكون مفتت، فموجود الجهاز. بالنسبة لجهاز المغناطيسي، رين المغناطيسي سيدنا يحتاج أولا الجهاز إلى سبيس، يحتاج إلى يعني إلى مكان، يعني مكان خاص، يحتاج إلى طابق كامل. وإن شاء الله بالتوسعة القادمة، في توسعة للمستشفى إن شاء الله، وإن شاء الله إنه نطمع إنه يكون في عندنا يعني جهاز رين مغناطيسي. أنت الآن عندنا موجود الحمد لله جهاز طبقي موجود ويقوم بالمهمة، وإذا احتاج جهاز وإذا احتاج المريض إلى تصوير رين مغناطيسي يقوم بتحويله حسب تأمينه إلى مستشفى الأميرة بسمة، وإذا كان مش أفيلابل أو مش متوفر بنحوله إلى مستشفى الملك المؤسس أو حتى الجهة. طيب طالما ذكرت التوسعة، الآن عندنا معلومات أنه في 6 دونمات تابعة للمستشفى أولا، وثانيا أيضا في الخطة المفروض عطاء ينزل لإضافة طوابق أعتق. طيب التوسعة وينها من خطة المستشفى؟ سيدي احنا قبل 6-7 شهور طلعوا وكان مدرج على أنه يبنون طابقين فوق الإسعاف. الآن يعني طابقين يبنونا فوق الإسعاف، وفي الآن توجه على أنه يصير في إزالة للبناء القديم وبناء مستشفى ملحق للمستشفى اللي احنا فيه الآن. يعني الآن لسه القرار في وزارة التخطيط، وزارة الأشغال، ووزارة الصحة، لسه ما عندنا اي يعني ما عندنا اي قرار الان، لحد الان ما يعني ما فيش اي قرار. يبدو انه راح نستنى سنوات بالنسبه على انه لا يعني ممكن انه يبنون لنا طابقين فوق الاسعاف الطوارئ او يزيلوا ويبنون لنا مستشفى ملحق للمستشفى للتوزع. في قسم العلاج الطبيعي الان في البناء المستاجر خارج المستشفى، بعد خروج أطباء بلا حدود إن شاء الله ب30/1 سوف يعني راح تنتهي اتفاقيتهم مع وزارة الصحة، وراح نضم قسم العلاج الطبيعي إلى المستشفى داخل الحرم المستشفى إن شاء الله ببداية شهر 2. طيب النقطة الأخيرة ذكرتها الآن إحدى المريضات وهي حاجة، قضية التحويل. يعني ما هو السبب إنه يعني الناس بتتغلب بالتحويل؟ هل هو مستشفى رمثة ولا مستشفى الملك عبد الله؟ يعني صعوبة التحويل عند الناس. التحويل بالنسبة للتحويل للحالات التي تحتاج والخدمة غير متوفرة في مستشفيات وزارة الصحة، احنا بنحولها على مستشفى المؤسس بدون اي نقاش وبدون اي ولا يعني ما في اي مشكلة. ولكن هناك في بعض الحالات في مرضى، يعني في حالات تعمل بوزارة الصحة، يعني بتنعمل مستشفى الرمثة مثلا، بتنعمل مستشفى الأميرة بسمة، بتنعمل مستشفى البشير، ويجب ان تكون الخدمة غير متوفرة حتى نقوم بتحويلها. حالات القلب كلها، حالات القلب تحول إلى مستشفى المؤسس ولا في أي تأخير لأي مريض، وأنا مسؤول عن كلامي يعني. فأما هناك حالات تعمل في مستشفى الرمثة حتى، والمواطن بده يعملها بمستشفى المؤسس ولا يسمح، أنه ما بنقدر نودي الحالة إذا كانت تعمل في مستشفى الرمثة مثلا أو مستشفى الأميرة بسمة. هاي يعني احنا حقيقة والشهادة لله، مجرد ما حكينا مع الدكتور سعود وقلنا له احنا على باب المستشفى وراح نصور، قال خذوا راحتكم صوروا ما شئتم، وانا بالنهاية هذا مكتبي مفتوح لأي رد. راح نكمل هيك بجولة بسيطة احنا ومدير المستشفى، وان شاء الله عز وجل يعني يتم التحسين وفق طموحات ابناء لواء الرمثة فيما يخص هذا المستشفى. يعني نظرا لنقص اطباء الكلى بوزارة الصحة،
احنا اطباء الكلى الموجودين بوزاره الصحه لا نتجاوز الخمس استشاريين او خمس اخصائيين موزعين على مستشفى الاميره بسمه. انا الموجود منطقه الشمال كلها، بالصلت في واحد، المستشفى الاميره حمزي في اثنين، مستشفى البشير واحد، ففي نقص كبير باطباء الكلى. احنا بنغطي كل مستشفيات الشمال، جرش، عجلون، الرمثة، مستشفيات الغور، راية، اليرموك، المفرق والرويشد، كل الحالات أمراض الكلى كلها بتتحول علينا. إحنا قد ما نقدر يعني مستشفى الرمثة له خاصية خاصة عنا، مستشفى الرمثة لأنه أنا أصلا من سكان الرمثة ومن أهل الرمثة، فإله خاصية خاصة عندي مستشفى الرمثة. بنستقبل كل الحالات، يعني أي حالة بحاجة إنها تتحول بأي وقت خلال 24 ساعة تلفوناتنا مفتوحة، نستقبل أي حالة ما يخص الكلى من مستشفى الرمثة وكل المستشفيات.